اليوم صار موضوع بلدية النجف رفعوا قضية على العتبة العلوية، بين قوسين بلدية النجف رفعوا دعوة على علي بن أبي طالب بخصوص 9 أراضي ملاصقة للعتبة العلوية. تفاصيلها كلها راح يشوف منها أستاذ حسنية مع الوثائق. السلام عليكم. طبعا احنا مثل ما تشوفون متر واحد عن حرم امير المؤمنين. هذه اليوم صعقنا بخبر انه رافعين دعوة قضائية على العتبة العلوية في النجف. احنا حقيقة الامر بغض النظر عن مواقف العتبة العلوية ما يخصنا بشيء، احنا اليوم نمثل حرم امير المؤمنين هي العتبة العلوية. اذا الدعوة على علي بن ابي طالب مو على الإدارة أو الأمانة. الأراضي 9 أراضي، بني 2 هنا لزق ويا الحائط مال الصحة، هذني من السبعينيات استوى تذكرة في بلدية النجف ترفع دعاوى قضائية على حرم أمير المؤمنين، وثلاث قطع هنا أراضي أيضا هنا صار عبارة عن تواليتات وقسم يعني اكو مساجد جوه هم هنا اثنين، واثنين بالباب مال العماره اللي 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 هم نزق ويا الصحراء. طبعا جميع ذن الاراضي هن معوضات من قبل الحكومه العراقيه هسه السابقه من السبعينيات بالثمانينيات بالتسعينيات عفوا انا اطلت. القضية وما بها البلدية للتعويض على كل أرض بالسنة الواحدة 100 مليون، يعني تتخيلون يأخذون على كل أرض من ذاك اليوم لهذا اليوم بثلاثة مليار 4 مليار. من يأخذون؟ ما يأخذون من الأمين العام للعتبة، لا لا، يأخذون من كيس علي بن أبي طالب. على الرغم أنه هذني وفق كتاب 142، مو ذني، لا الأبعد من ذني، كتاب 142 الخاص بال بالاراضي القريبه من العتبه، ولانه العتبه اتخذت قرار التوسعه، هذا النيجه اللي تابعات البلديه هن مشموله في القرار 142. مو ذن اللي يعني من السبعينيات ومن الثمانينيات هن موجودات للعتبه العلويه او هن باسم العتبه العلويه. واخوي اكثر راح يكون طبعا انا حراره صايره بقلبي وحق هذا فحل الفحول، يعني بشرفكم يا بلدية النجف تقيمون دعوة على علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب اللي قطم خراطيم الكفرة لمن قالوا لا إله إلا الله، محمد يقول لولا سيف علي ما كمل الإسلام، علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، تأخذون فلوس من علي بن أبي طالب؟ مشاريعكم الفاسدة ما نقدر حتى ننطق الكلام اللي ما بيحط، واقفين هيك مشاريعكم كلها ما بيها حظ، توقفون تردون فلوس من علي بن ابي طالب؟ اخجلوا اخجلوا عيب، هذا علي بن ابي طالب ترى احنا ما نسكت لا وحق هو امير المؤمنين. اكرم الله هاي الاراضي تعتبر خدميه للعتبه العلويه، على هاي الاراضي تقدم خدمه للزائرين ومعوضه من الحكومه العراقيه في السابق بالسبعينات والثمانينات. يعني صار لها 40 او 30 سنه او 50 سنه هاي الاراضي. يعني اخر شيء توجهته على علي بن ابي طالب، اكو اراضي بالنجف خضراء تروج معاملتها للاستثمار والمصافحه وتنضم بالمكاتب، تكرم الى بعض الشخصيات. خلصت واجيتم هاي الاراضي تروجوها حتى تكرمون بها؟ هذا علي بن ابي طالب فحل الفحول، وهاي النجف شارتها متبات. بس يعني بس مداخلة واحدة وراها أكرم ينهي. بالمناسبة إلى جميع أبناء النجف، ترى مو أراضي مشيدة تابعات للبلدية، عبارة صار من ضمن الصحن مرمر، لا لا لا. يعني مرمر هذا من السبعينيات البلدية اختوها تذكرت، هذا مرمر الأراضي اللي تدعي بها البلدية مو مشيدة. حتى نختم الموضوع، احنا مو دفاعا عن أمين عتبة أو ما أعرف شنو، هاي لا شغلة مس علي بن أبي طالب هاي وحدة، بالاضافة احنا هواي مشاريع تقيم بها العتبة احنا ما قابلين عليها، تمام؟ لان العتبة تجي تقيم مشاريع اغلبها فاشلة ما نقبل عليها، بس هاي الشغلة تمس علي بن ابي طالب، احنا ويا العتبة نصافة بعدين، تمام؟
بس هاي الشغله ما تخص العتبه ولا فلان وهذا، تخص علي بن ابي طالب. تمام، والسلام عليكم.